طبعا بعد الفاصل مع حضراتكم مرة أخرى، وطبعا المرة دي بقى من ناحية أخرى، تفوق في علم الطبخ أو علوم الطبخ والمطبخ. وبنرحب بالأستاذة أميرة فرج، أستاذتنا. طبعا تقدر تعرف نفسها ونشوف تقدر إن شاء الله النهاردة إيه المفاجأة بالنسبة لنا، وإيه الفوائد المتاحة في طبق اليوم إن شاء الله. اولا بحيي مستر وائل والاستاذه نورهان، وانا شرفت بحضوري اللقاء. وان شاء الله النهارده هنتكلم عن المناعه، الجهاز المناعي وازاي نقويه. هتطبخي لنا ايه وهتقدمي لنا طبعا في الاوقات الراهنه اللي احنا بنمر بيها، كورونا ربنا يعافينا ويعفو عنا جميعا ان شاء الله. وطبعا برضو الموسم بتاع الشتاء والسيزون بتاع الشتاء، نزلات البرد وكل ده، فمحتاجين ان احنا نقوي جهاز المناعه عندنا. طبعا طيب بنقوي جهاز المناعه، بنقوي جهاز المناعه ازاي؟ بالوجبات اللي هي بترفع عندنا المناعه، اللي هي غنيه بفيتامين الف وفيتامين سي والبوتاسيوم والمغنيسيوم. النهارده ان شاء الله هنعمل وجبه خفيفه جدا وسهله واقتصاديه، بس القيمه الغذائيه عاليه جدا وبترفع المناعه، اللي هي فطيره الكوسه. الكوسه؟ فطيره الكوسه. تمام. طبعا الكوسه كنا عارفين اهميتها، ولكن البعض يغفل عن هذا الشيء. الكوسه من الخضروات اللي مهضوم حقها بين الخضار، ومش مقبول عليها بالنسبه للاطفال والكبار، فاحنا بندخلها زي ما انتم شايفين. يعني ده يعتبر خليط من كوكتيل او الخلطه بتاعه الفطيره بتاعتنا النهارده، حاجه شهيه جدا هتخلي الاطفال يقبلوا عليها. وبالتالي انا عايزه ايه؟ الا اسرتي واولادي يبقى مناعتهم عاليه ويقدروا يقاوموا اي فيروس، مش لازم يبقى كورونا او فيروس، اي فيروس بيجي او بيقاوم الجسم بنقاومه بالحاجات الخضروات اللي احنا قدامنا دي. هنشوف مع مس امين. المقادير بتاعتنا بسيطه. تمام. مقاديرنا بسيطه جدا. ثلاث ثمرات من الكوسه، ثمره من الجزره، بطين، اي نوع من انواع الفلفل، انا جايبه فلفل اخضر. تمام. عندي لو الوان تانية تمام. لان اهم شيء ان القيمه الغذائيه في الفلفل كله واحده، بس بتختلف النسب فيها. تمام. وعندنا ثمره من الطماطم، وعندي 3 معالق من الدقيق. 3 معالق بس؟ 3 معالق اقتصادية جدا بقى. جدا جدا. طيب. بس كومنت حلو، هتنفع كوجبة فطار، هتقدميها لأولادك كوجبة فطار. وبرضو الوجبة دي حبيبي ينفع لوجبة لمريض السكر، لأن الكوسة من الخضروات اللي هي أولا بتنظم السكر في الدم. تمام. بتعالج الالتهابات، التهابات المفاصل. تمام. شغل جميل. وبتقوي طبعا جهاز المناعه، وده مهم جدا. وده اهم شيء، ان فطيره الكوسه اللي هي معتمده على ثمره الكوسه، ان الكوسه وكمان حاجه مهمه جدا ان هي غنيه جدا، فيها نسبه ميه والياف، فبتساعد على عمليه الهضم. يعني سهله الهضم. تمام. سهل يعني حاجات كتيره جدا. تمام. ودي طريقه. تمام. جديده لطهي الكوسه. احنا زي ما انتم شايفين كده هنبدا بثلاث ثمرات من الكوسه، بشرناهم زي ما انتم شايفينهم كده. تمام. لا ده حضرتك ما شاء الله بقى يعني. لا كمان بس مش اللي جدا دلوقتي بنعرض الفيديو بتاع مس اميره على الشاشه. برضه تطبيق جميل جدا 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 جدا، يعني حاجه فيديو رائع مليء بالخيرات والتفاصيل الجميله. ونقدر عند حضرتك قناه على اليوتيوب صح؟ عندي قناه على اليوتيوب لسه يعني نشاها قريب، بقالي شهرين اتنين بس. ده ناتج برضه من طلبات من زمايلي وكده. ويا رب اسمها مهاره وشطاره. ليه مهاره وليه شطاره بقى؟ قناه مهاره وشطاره. المهاره الزمن اللي احنا فيه والوقت اللي احنا فيه محتاجين ان احنا نتعلم مهاره. تمام. ومن الشطاره، من شطاره اي ست بيت بتشوف الفيديو النهارده او بتشوف الحلقه النهارده، شطارتها ان هي تتعلم المهاره دي، بتفيد اولادها وبتفيد بيتها. تمام. يبقى احنا كده حبايبي حطينا ثلاث ثمرات من الكوسه، ثمره من الجزر، ثمره من الفلفل، ثمره من الطماطم. بعد كده بنعمل البطين. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. انا اروح اعملها عندنا دي. بسيطه جدا وسهله جدا وما بتاخدش وقت، وتنفع في اي وجبه على فكره. بس غريب قوي ان انا اقول فطيره كوسه، يعني الحاجه مش متعارف عليها. بص اقول لك حاجه ابداعيه شويه. ما هي هي يعني؟ هي جديده. بص ندي فكره للمشاهدين يشوفوها ويبقوا عارفين. بصوا شايفه شكل الطبق وشكل الوجبه شهي جدا. تمام. طبعا والبيض بروتين حيواني بيساعد على نمو الانسجه، الطماطم والفلفل والجزر كله فيتامين الف،
بسم الله ما شاء الله. دي واحد. ماما دايما كانت بتقول ان الجزر بيأول نظر او حاجه زي كده. اه طبعا فيتامين الف. بس الجزر بيأول نظر اللي هو ضعيف ضعيف النظر. بمعنى ان ما تقوليش ان انا هاكل الجزر النهارده ان انا نظري 6/6 عشان اقوي. لا انا باكل الجزر انت بتاكليه عادي فيه فيتامينات. بس امتى بيأول النظر؟ لما يكون النظر فيه فعلا نسبه من قصر النظر. عشان بس المعلومه لحبايبي اللي بيشاهدونا وبيتابعونا ده بس بالنسبه للوجبه بتاعتنا. طب وبالنسبه للطماطم دي بقى وسهله جدا. بصي الوجبه دي كلها غنيه بوتاسيوم مغنيسيوم زنك املاح معدنيه فيتامينات فيتامين سي فيتامين الف. كل الاملاح والفيتامينات ديت يعني كوكتيل من الفوائد بتقوي المناعه. لو انا احنا دلوقتي عاوزين لازم مناعتنا تبقى قوي. لا انا النهارده عشان اجي اقيم اي وجبه باكلها لاولادي لازم تكون متكامله العناصر الغذائيه. يعني ايه متكامله العناصر الغذائيه؟ يعني عندي بروتين، عندي كربوهيدرات، عندي دهون، عندي املاح معدنيه، عندي فيتامينات. تمام. البروتين متمثل عندي في البيض، الكربوهيدرات متمثل عندي في نسبه الدي اللي انا كميه الدي اللي انا حطيتها. طيب مريض السكر عايز يستبدل لو السكر عالي عنده مش عايز يحط دي ابيض، ممكن يضيف الدقيق الاسمر، او ممكن ياكل فطيره السكر ديت بالشوكه كده من غير ما ياكلها بالعيش، او ياكلها بالعيش الاسمر. الوجبه دي مهمه جدا برضو. وانا برضو لو انا بعمل دايت برضو ما تاثرش على وزني الدايت. الكوسه من الخضروات برضو اللي بتساعد على ذوبان الدهون اللي في الجسم. الله. يعني طيب. حاجه حلوه وجبه بسم الله ما شاء الله. احنا كلها حلوه جدا جدا جدا. طيب. احنا بس كده احنا عملنا المقادير بتاعتنا. بنجيب طاسه فيها يعني شويه صغيرين جدا من الزيت. انا ما بحتاجش كميه، ودي الميزه بقى اكتر اقتصاديه وكمان ما مش بتتخن، ان هي ما فيهاش ماده دهنيه عاليه. تمام. اللي بيضر جسمنا هي الماده الدهنيه. تمام. فاحنا دلوقتي الماده الدهنيه عندنا تكاد لا تكون. انا اهم شيء عندي بروتين فيتامينات املاح معدنيه كربوهيدرات، وده المتوفر عندي في الوجبه. بسخن الطاسه بتاعتي كويس جدا. اهم شيء العين بتاعت النار بتاعتك تبقى سخنه لحد بس ما سخن الطاسه، وبعد كده بنضيف الخليط بتاعنا علشان تعمل لنا صدمه للخليط. تمام. وبنهدي العين خالص علشان تستوى. تمام. طريقه تاخد وقت قد ايه؟ بتاخد وقت قد ايه؟ ما بتكملش 5 دقايق، يا دوبك يتحمر يحمر بس من تحت كده، وبعد كده بتقلبيها تبقى زي الفل. احنا كمان اقتصاديه وهنوفر في الغاز او الكهرباء. ممكن تزودي لها برده رشه جبنه موزاريلا من على الوش الحبيبي عشان تعملها. ممكن لو رشه زيتون اللي هم ما بيعانوش من الاملاح. تمام. رشه زيتون تحوليها البيتزا بقى. تمام. تبقى وجبه غذائيه متكامله اقتصادية موفرة. تمام. طب اتفضلي. سخنت كده الطاسة ولا ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بصي الصوت ده يا استاذة نورهان، ده معنى ان الطاسة بتاعتك سخنت، واللي ده اهم شيء معانا. تمام كده. تمام. انا سعيد حضرتك. تسلمي لي يا حبيبتي. بس بنسويها كده. بسم الله. ممكن البدائل برضو بتاعتنا حبايبي، ممكن ندخل البطاطس معاها كمان. ممكن اعمل الوجبه دي من البتنجان. بتنجان. بشيل الكوسه. بشيل الكوسه وببشر يعني البتنجان. كوسه وممكن البتنجان. شفتي بتبقى بص حضرتك الوجبه دي بالكوكتيل الفلفل مع الجزر مع الطماطم مع البيض، ممكن تحط معاهم البتنجان بس بتقطعه برده بحتت صغيره بحيث ان هي تبقى متناسبه في القوام زي ما انتم شايفين كده، عشان تبقى مستويه مع بعضها. تمام كده. هي بس بسيطه. يبقى احنا بنستبدلها بحاجات كتيره جدا بتفيد اولادنا، واهم شيء ان احنا نعلي القيمه الغذائيه طبعا كقيمه اقتصاديه. الكل طبعا بيبص احنا هناكل ايه النهارده. بروتين كمان تجديد. البروتين الحيواني ده ضار جدا. اللحوم يعني لما احنا بنفرط فيها الافراط فيها. تمام. غلط جدا. والاحسن والافضل ان احنا تبقى البروتين الحيواني اللي هو البروتين الابيض اللي هي الارانب اللي صدور الفراخ ده حلوه جدا. نبعد تماما عن اللي هي اللحوم الحمراء لانها بتسبب نقرس وبتسبب حاجات كتيره جدا ومشاكل صحيه كتيره جدا. الله على الريحه. الله على الريحه. الله. ميرسي جدا ميرسي جدا. فيا ريت نتجه لحاجات في اكلات كتيره جدا بترفع المناعه غير الكوسه. عندي برضو البرتقال الحمضيات عموما. تمام. اللي هي البرتقال الليمون الكيوي. سؤال بقى عندي سؤال دلوقتي. طبعا يعني حضرتك عارفه ان احنا عاوزين نقوي مناعتنا باي طريقه. تمام. مفيش اي مشروب او اي حاجه المفروض ان انا اعملها الصبح كده؟ المشروب اللي انت بتعمليه الصبح ممكن تشربي كوبايه كده يقعد كده خلصت مثلا هي فتره فقط كده. تمام كده بتبقى خلصانه. تمام. احنا كده تعتبر هتبس هتحمر من الجنبين الجنب التاني. وانا عامله وجبه معانا هي بسم الله ما شاء الله.
ده الشكل النهائي للوجبة بتاعتنا. للوقت وال... ده الشكل النهائي للوجبة بتاعتنا. تمام، ممكن ناخد الدقيق ده؟ تمام، هاتي لي الشوكة يا نور لو سمحتي. الشوكة هنا مع حضرتك. نشوف مع بعضنا بقى التسوية بتاعتها. تمام، ناكلها كلها. لا انا مش شايفة. كده شيء بقى يعني جذاب جدا، كله عاوز ياكل منها. طبعا المشكله بس عشان الوقت، يعني كانت مدام اميره تقريبا تعمل لنا حاجه ثانيه، ما تبقى الا القليل. لكن بصي يا نور، ما زال هناك وجبات ووصفات. اهم شيء ان احنا ندور على الوجبات اللي هي تقوي مناعه جسمنا واسرتنا، ده المهم. وكمان تغيير للكوسه وتغيير للكوسه. وغير كده كمان ان احنا انت بتدوري على طرق طهي ثانيه تمام. غير المسبك والحاجات اللي هي بتتعب الجسم. انا فاهمه. لو حبينا مثلا نقول مثلا حاجه ختاميه، في نصيحه بتوجهها للساده المشاهدين؟ والله النصيحه اللي انا بقدمها للساده المشاهدين ان هم مش هنقول يبتعدوا عن المحلات، انا مش بقول او اللي هم بيعملوا المطاعم والكلام ده كله، بس على قد ما تقدري لست البيت ده بقى، يعني نصيحه لست البيت او وليه الامر او الام، ان هي تعمل لاولادها في الفتره اللي احنا فيها ديت الاكل في البيت بنفسها. بنفسها ليه بقى؟ لانك انت ما انتش ضامنه اللي عامل لك الوجبه اللي انت طلبتيه ديليفري ده عنده ايه. تمام، في الوقت اللي احنا فيه ده. تمام. بتدوري يعني ما تعمليش اي وجبه لاولادك، لا بتدوري على الحاجه اللي تفيد ولادك. يعني هو كده مس اميره نقدر نقول يعني ما قل، تمام، ما قل ودل. عامه الوجبه تكون في البيت صحيه، في البيت طبعا صحية تحت اشرافي انا، على تحت اشراف حضرتك بكل شيء بمكوناتها. تمام، تمام كده، بغض النظر عن من خارج او كذا، لكن هي ضمان للاولاد والفائده. تمام. طبعا تكون متكامله. تمام. صح كلامي كده مظبوط؟ صح. تمام، وبالتالي يكون كل حاجه مفيده داخل البيت وصحه اولادنا ان شاء الله، ان صحتهم رقم واحد طبعا. وده اللي احنا بنقدمه، او اللي انا ده الهدف بتاع القناه بتاعتنا اللي هي على اليوتيوب، اللي هي مهارة وشطارة. ده الهدف، ان احنا بنتعلم وجبات خفيفة وبسيطة ومهارات تانية كتير انت بتكسبيها او الام بتكسبها لاولادها في البيت. صدقوني الموضوع سهل وبسيط جدا، اي مهارة انت بتتعلميها سهلة وبسيطة، بس حب الحاجة اللي انت بتعمليها، حب الاكلة اللي انت بتعمليها، حب الشغل اللي انت بتشتغلي فيه، هتطلعي حاجة كويسة جدا. تمام، وانا طبعا قلنا قناة على اليوتيوب مهارة وشطارة. استاذة اميرة طبعا ما شاء الله، اميرة فرج نورتينا وشرفتينا ليك يا نور. شكرا لزوجتك، حضرتك موجوده جداً. مليانه عجائب من الطبيخ والوصفات وما خلافه، يعني حاجه كلها مبهره وجميله جدا يا مستر. ان شاء الله تبقى حاجه رائعه وتفيد حضراتكم في كل مجال، في كل وقت، ان شاء الله. ان شاء الله، ان شاء الله. اللهم اجعلنا نفيد اكبر قدر من الناس، ونكسب بس دعوه بسيطه، من علمني حرفا صرت له عبدا، ده اهم شيء، ده الهدف بتاعنا. ان شاء الله خير باذن الله. طبعا ان شاء الله يسعدنا جدا وسعدت بيكم جدا جدا. ربنا يخليك، ربنا يخليك يا رب. نقدر نقول نستعين بقى من نورهان في كلمتين لساده حضراتكم نختم الحلقه بتاعتنا ان شاء الله. احنا كنا طبعا سعداء بوجود مدام اميره معانا، وفادتنا كتير، والاكله طبعا طعمها واو جدا. بقول لكم طبعا انتظرونا الحلقه القادمه باذن الله، وان شاء الله يا رب نكون عند حسن الظن ونقدم محتوى لائق بينا كده ولائق بحضراتكم. ان شاء الله. طبعا في انتظار اتصالهم او تواصلهم، شرف لينا طبعا تواصل حضراتكم معانا، ويا رب نكون عند حسن الظن. ان شاء الله. على الشاشه اي حد عنده شيء مش واضح في الانجليش عامه، من اول اي صف لحد ثالثه ثانوي، ان شاء الله احنا مع حضراتكم ونفصل كل شيء، وبتعاونكم ان شاء الله معانا، يبقى نوصل لقدر من النجاح، يكون راضي لحضراتكم ان شاء الله.